الحصانة الرئاسية التي كان ترامب يتأمل الحصول عليها للخروج من مأزق التهم الملتصقة به من محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأحداث اقتحام الكابيتول ذهبت في مهب الريح. محكمة استئناف فيدرالية رفضت طلب الرئيس الأمريكي السابق وأكدت ترامب يمكن أن يلاحق قضائياً مثل أي شخص آخر. So they went through the various justifications, separation of powers, double jeopardy. Trump was making all kinds of arguments, and quite carefully and elaborately, which is why it took them so long to write this, they rejected all of those arguments. بند الحصانة الرئاسية يتمتع به الرؤساء الأمريكيون عادة لحمايتهم من المسؤولية المدنية في الدعاوى الناشئة عن الإجراءات المتعلقة بالواجبات الرسمية أو جميع الأفعال الواقعة فيما يعرف بالمحيط الخارجي لتلك الواجبات، لكن الرئيس ليس في مأمن من الإجراءات الناشئة عن سلوك غير رسمي أثناء وجوده في منصبه والسلوك الذي يحدث قبل دخول المنصب والسلوك الذي يحدث بعد ترك المنصب.